من قال بأن الألم لا يولد معه الأمل، برغم الحصار المطبق على الغوطة الشرقية وقلة الإمكانيات وكثرة الأمراض، ثمة هناك أمل يشرق من مركز الفيحاء هنا. مركز الفيحاء مجمع عيادات في الغوطة الشرقية برعاية اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية. طبعا مركز الفيحاء هو منظمة خدمية إنسانية مستقلة عن أي جهة سياسية أو عسكرية. نقوم بتقديم خدماتنا الطبية من خلال العيادات التخصصية الشاملة 16، ومنها العيادة الداخلية والأطفال والعينية والأذنية والعصبية. لا تحزني أمي، فهنا يوجد طبيب أطفال قام بمعالجة 6000 طفل حتى الآن، ناهيك عن 4000 حالة عينية و3500 تحليل مخبري، فضلا عن الأقسام الجراح المتعددة النسائية والسنية وكذا العصبية والقلبية وباقي الأقسام الأخرى. أما لقاحات أطفال والأطفال هم سليمين 9540 طفل. رغم الحصار الموجود المركز يقدم جميع اللقاحات والمعالجة للأطفال. هاي بدها تطفان ايه؟ ما بتطفان بس لا تطفان ما بدها دكتور. صراخ طفل يشرق معه فجر جديد من قدرات الثورة السورية. محمد العبد الله، شيء في دمشق.